يعطيك الصحة وتحية لكل أهالينا هناك، بارك الله فيك، مشكور جدا. نمشي لإشارة الركن ثم ننطلق في الحوار. المشهد الآن، الملف. وقبل ما نبدأ حوارنا سي عيسى، صديقنا سامي العرفاوي أعد ورقة أدعوك للاستماع لها ثم التعليق، تتعلق أساسا بمؤشرات القطاع السياحي والتوجه نحو السياحة البديلة. أكدت عديد المؤشرات أن إيرادات السياحة التونسية لهذا العام ستشهد نموا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، وتقدر وزارة السياحة أن إيرادات السياحة لسنة 24 و2000 ستصل إلى 6.4 مليار دينار. ومع ذلك تجد الحكومة التونسية نفسها مجبرة على المحافظة على هذا النسق بالعمل على معالجة كل التحديات المطروحة أمام القطاع السياحي، فضلا عن تنويع المنتوج السياحي والحرفاء. من ذلك تجيع السائح التونسي والسياحة الداخلية كضمانة لإنقاذ القطاع السياحي وقت الأزمات بمراعاة مقدرته الشرائية، وتنويع المناطق الترفيهية كمناطق بديلة للسياحة التقليدية يتم زيارتها على مدار السنة. بعض هذه الإجراءات تأتي في إطار عام يقوم على أهمية الاعتناء بالسائح التونسي من خلال تكريس مفهوم جودة الخدمات على أرض الواقع، وبعيدا عن السياحة التقليدية سياحة الشمس والبحر. وفي إطار تنويع المنتوج السياحي، ازداد اهتمام المستثمرين السياحيين مؤخرا بإحداث مشاريع سياحية في مناطق ريفية لتتحول تدريجيا إلى مناطق جذب سياحية ذات مميزات طبيعية وثقافية وتاريخية خاصة. وفي هذا أبرزت دراسة حول هذا القطاع أن 78% من حرفاء الإقامات البديلة هم من الأجانب، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، 44% منهم يعتمد عليها للترفيه. ويبلغ عدد المؤسسات السياحية البديلة في الأرياف نحو 2000 وحدة، وهي في تطور مستمر. ورغم أهمية هذا التوجه نحو تنويع العرض السياحي ودوره في تثمين المضمون الطبيعي والثقافي والحضاري للبلاد وإسهامه في التنمية الشاملة، إلا أنه لا يزال يصطدم بعديد العراقيل، منها ما هو تشريعي قانوني، ومنها ما هو مالي تمويلي، ومنها ما هو إداري بيروقراطي. المشهد الآن، الملف. والسياحة البديلة لما يتعلق الأمر بمنطقة جميلة جدا، نحكيه على جندوبة، فمهم جدا وأنه نحكيه بهذا الخصوصي. عيسى المرويني، مرحبا بك مرة أخرى، طمنا من خلال وجودك معنا عبر الهاتف على حال القطاع السياحي اليوم، الوضع السياحي في جندوبة باعتبارك مندوب السياحة هناك. بالفعل 2024 هي سنة التأكيد النتائج الإيجابية المميزة لسنة 2023، وهي بطبيعة الحال هي تنفيذ برنامج الجودة في القطاع السياحي الذي أطلقته وزارة السياحة كعنوان لهذه السنة. بطبيعة الحال الاستعدادات حثيثة وجيدة لاستقبال زوار المنطقة، وذلك بتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع بتوفير أفضل الظروف لزوارنا وتمكينهم من قضاء عطلهم في ظروف مريحة وطيبة. هذه الفترة المحطة السياحية تبرق عين دراها والمتزامنة مع انطلاقة الموسم السياحي الصيفي حركية سياحية هامة وانتعاشة ملحوظة بتوافد عديد الزوار من تونس ومن القطر الجزائري الشقيق لقضاء إجازتهم الصيفية بمؤسسات الإيواء السياحي المتواجدة بالجهة، لتسجل معظمها نسبة امتلاء هامة مع وجود مؤشرات جد إيجابية من حيث حجم الحجوزات. نحتاج أرقام في هذا الباب، نحتاج أرقام في هذا الباب سياسي. بطبيعة الحال عدد الوافدين على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي إلى غاية 10 جوان بلغ عدد 77,644 وافد على مؤسسة الإيواء السياحي بطبيعة الحال، وبتحقيق 133,379 ليلة مقضات
مع العلم وأن نسق الحجوزات في شكل تصاعدي، ومن المنتظر معناها باش تشهد خاصة في شهري جويلية أوت النسبة في شهر جويلية تتراوح بين 75 و85% نسبة الامتلاء، وإن شاء الله في شهر أوت بين النسبة بين 90 و98%. لو نقارنوها بالعام اللي فات هي تقريبا تقترب كثيرا لما تم إنجازه سنة 23، لكن هناك الحاجة الإيجابية أن الحجوزات في الفترة القادمة خاصة شهري جويلي أوت مطمئنة ومريحة وتؤكد معناها النتائج الإيجابية الموجودة سنة 2023 وغيرها باش تتواصل سنة 2024، وكما قلت لك خاصة على السوقية الداخلية اللي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 75%، تليها السوق الجزائرية، والسوق الجزائرية تلعب كذلك دور هام وهام جدا باعتبار أن ولاية جندوبي هي منطقة حدودية بها 3 معابر حدودية برية، من بينها المعبر الحدودي بملولة الذي يعد الأول وطنيا من حيث توافد الأشقاء الجزائريين بتوافد مليون سائح في السنة. صديقنا نجم الدين العكاري محلل الحصة يحب يتفاعل معك. سي عيسى صباح الخير وان شاء الله موسم مبارك. حبيت اهلا وسهلا مرحبا. حبيت نسالك على المندوبيه الجهويه بمحطه تبرقع عند راهم ولايه جندوبه بصفه عامه على المعاناه مع تواصل اغلاق مطار تبرقع الدولي وعدم وصول منه سواح اجانب، خاصه المنطقه جاذبه برشا، لكن منذ سنوات المطار متوقف، ثماش حاجه جديده في الاتجاه هذايا؟ وشنو هي الهيكله للسوق الداخليه؟ ثماش اسعار خاصه للسياح التوانسه؟ بطبيعة الحال المطار الدولي تبرقع عند راهم من المرافق الهامة اللي يلعب دور في المسألة التنموية في الجهة، وأن سلطة إشراف المسألة في وزارة النقل والديوان الوطني للمطارات لابد من وضع استراتيجية واضحة حول حلحلته وتنشيطه، ونحن كسلطة إشراف نقوم بدعمه من خلال الترويج للخطوط التي يتم إحداثها من طرف وزارة النقل. كما قلت له دور هام على مستوى إنعاش القطاع وعلى مستوى ديمومته السياحة الداخلية في عنصر الثاني أنها تلعب دور هام وهي معناها صمام أمان بالنسبة للبوجة السياحية تبرقع عندها، وأن النسبة هي من تكون 75% من مجموع سواء الوافدين أو ليالي المقاضاة على مستوى الوجهة تبرقع عندها، دل على شيء يدل على أن هذه هي الوجهة المفضلة للسياحة الداخلية بامتياز، وتليها كما قلت هي السوق الجزائرية التي معناها بنسبة تقريبا 25%، وباعتبار أن المنطقة منطقة حدودية بطبيعة الحال المندوبية الجهوية للسياحة بتبرقع عند رام في مزيد لحاتة وتحسين ظروف الاستقبال الأخوة الجزائريين، ستتولى القيام بحملات ترويجية وترحيبية بالمعبر الحدودي بملولة من معتادية تبرقع، مقدمين لهم المطويات والكتيبات السياحية تتضمن المواقع والمحطات السياحية ببلادنا، وكذلك الكارت كتير وقوارير قارير مياه معدنية وبعض الهدايا، متمنين لهم بطبيعة الحال الإقامة الطيبة بينهم، مؤكدين لهم بين الجزائريين محل ترحاب دائما في بلدهم تونس. سي عيسى روى الشطر الثاني من سؤال صديقنا نجم الدين ما جاوبتناش عليه فيما يتعلق بالأسعار. بالنسبة للأسعار هي السياحة الداخلية هي سوق منظمة عن طريق وكالة الأسفار، بطبيعة الحال عملية الحجز المبكرة يكون له التمتع بأسعار تفاضلية تحفيزية للحريفة التونسي، وبطبيعة الحال هناك معناها توصيات هامة للأصحاب المؤسسات على الأقل الموجودة في جهة تبرقع عند رام أنها لابد من إعطاء أولوية منطقة للسياحة التونسي من خلال وضع تسعيرة تحفيزية تفاضلية بواسطة الوكالات الأسفار التي معناها تقوم بعملية التسويق لهذه الوجهة، ودائما إذا كان معناها يقوم بعملية الحجز بصفة مبكرة بعد بتبعت الحجز كله هو التمتع بهذه المزايا وهذه التشجيعات
فيما يخص الإقامة في جهة أتبرقة. انطلقت الحجوزات هي انطلقت وخاصة في شهري جويليو أوت، هناك معناها طلبات كبيرة وكبيرة جدا على المحطة السياحية تبرقة عندنا من قبل خاصة السياحة الداخلية والسوق الجزائرية، ومنتظر كما قلت أن نسبة الامتلاء باش تكون مرتفعة خاصة في شهر جويليا بين 75 و85%، وشهر أوت إن شاء الله بين 90 و98%. احنا نتمنى ان شاء الله موسم واعد، وهي مؤشرات الحقيقة عموما لما يتعلق الامر بالقطاع السياحي هذا الموسم مؤشرات واعدة جدا تفوق كل التوقعات. واحنا حكينا معاك سي عيسى المرواني مندوب السياحة في جندوبة، شكرا جزيلا على كل ما افدتنا به. بعد شوية باش نمشيو لجربة باش نحكيو على مؤشرات الموسم السياحي في جهة جربة. أما الآن مستمعين الكرام فنتوقف ليرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.